يعني خلال الساعات الماضية سمعنا عن مقترح من المقاولون العرب بشأن إلغاء الهبوط في الدوري في الموسم الحالي، يعني ما نشوفش بقى هبوط المقاولون العرب أو البلدية أو الداخلية. وبالمناسبة المقترح ده ما كانش بسبب هبوط المقاولون العرب، ولكن كانت فكرة من محبي كرة القدم المصرية عشان نشوف دوري في الموسم المقبل ما يبقاش فيه التلاحم والكم الكبير جدا من المباريات، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية لمنتخبنا الوطني المصري وباقي المنتخبات الوطنية. كل الأمور دي خلت اللعيبة مضغوطة دلوقتي، وده اللي خلانا نشوف الأهلي في آخر مبارياته وما بيشاركش باللعيبة الأساسيين، وده اللي خلانا بنشوف الزمالك أيضا بيشارك في كأس مصر بلاعبين ناشئين أو لاعبين تحت السن. بعض الأندية طبعا استكملت المباريات بكل نجومها، وبعض الأندية مستمرة، يعني بيراميدز شفناه في بطولة كأس مصر مستمر بكل اللاعبين الموجودين حاليا في صفوفه، يعني الفول سكواد كان بيلعب في مباراة أمس، متواجد أيضا في البطولة الأفريقية شفناه بيلعب في دور ال 64. فبالتالي اللعيبة دي عندها حقوق أسرية، ما سافرتش، ما خدتش أجازات، ما بدأتش إنها تشوف حياتها بشكل طبيعي، فده اللي خلى المقاولون العرب يتقدم باقتراح. طبعا الموضوع كان عن طريق المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة في المقاولون، اللي قدم مقترح بإلغاء الهبوط إلى القسم الثاني. والمقترح ده زي ما هو وضح مش بسبب هبوط المقاولون، ولكن هو حتى قال إن هبوط المقاولون للقسم الثاني هيكون فرصة جيدة إن هم يبنوا فريق للمستقبل، يبدأوا يشوفوا مواهب موجودة في قطاعات الناشئين، ويبدأوا إن هم يستعدوا إن هم يعودوا مرة ثانية إلى بطولة الدوري. وقدم المقترح بشكل إن يعني يكون الصالح العام هو صالح الكرة المصرية، قال إن هو عنده فكرتين، يا إما الدوري يقام الموسم المقبل على ثلاث مجموعات يكون ما بين 21 فريق، والمقترح الثاني هو إقامة الدوري على مجموعتين بين 22 فريق، ويبدأوا إن هم ينتدبوا كمان الفريق اللي حصل على المركز الثالث في دورة الترقي. واختتم طبعا إن احنا محتاجين موسم استثنائي في كرة القدم المصرية. هي فكرة طبعا يعني بنسبة كبيرة قد يعني لا تقبل أو تتقابل بالرفض، ولكن مهم إن احنا نشوف ناس عندها خبرات، ناس بتحاول إنها تبص على مصلحة الكرة المصرية. وبنأمل إن شاء الله إن رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم فيما هو قادم من مواعيد يبدأوا بقى يفكروا بشكل مهم، ما يبقاش في مصالح أي نادي من الأندية، الصالح العام لكرة القدم المصرية، مقبلين على تصفيات كأس الأمم الأفريقية، مقبلين على تصفيات كأس العالم، عندنا التزامات دولية، مشاركات الأندية المصرية في الكونفدرالية الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا، كل هذه الأمور أكيد بتعطل الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز، وهنبدأ نشوف مؤجلات وتبدأ نفس العجلة بتدور مرة تانية. بدأنا نشوف الدوري الإنجليزي بدأ والأسبوع الأول لعب والأسبوع التاني خلاص هيبدأ، وإحنا هنا يا دوب لسه مخلصين الدوري المصري ومنتظرين كمان نهاية الشهر عشان نشوف نهاية كأس مصر، ونبدأ بقى نفكر في فترة إعداد وموسم جديد. الحقيقة أمور سلبية، مش عايزين إن إحنا نبقى بنضغط، ولكن في الآخر زي ما أنا اتكلمت هي أطول نسخة من بطولات الدوري المصري، 11 شهر بالتمام والكمال.